استوديو مكملين مع أخبارنا اليوم. مشاهدينا خلوني أخذكم على الخبر الآخر. تصدر تصنيف القسوة على الأبناء المشكلات التربوية الواردة لجمعية المودة للتنمية الأسرية، حيث بلغت نسبتها 39% وتلاها تصنيف مشكلة الدلال الزائد بنسبة 19%. إيش رأيك أودي في هذا الخبر؟ أنا قاعدة أحاول أن أنا أستوعب، يعني هل معقولة أنه عندنا مشكلات تربوية فيها قسوة تبلغ نسبتها 39؟ لأنه إذا هذه النسبة صدق فإنه يعني نسبة كبيرة، مي سهلة جدا، نسبة جدا كبيرة. يعني هذا أتوقع دور المدارس، دور حماية الطفل، أدوارهم في زيارة المدارس بشكل مستمر ومنتظم عشان يعرفون الطفل اللي موجود عندهم أو الطالب اللي موجود عندهم هل يتعامل بطريقة القسوة. لأن أنا ما أشوف صراحة أن القسوة حل، خاصة في جيل الآن اللي هو بيصير شباب المستقبل، فما أدري. صحيح، أنا استغربت خصوصا أنه أساليب التربية الحديثة اليوم يعني تعتمد على التفاهم واحتواء الطفل. صح. كيف يكون نسبة كذا قسوة يعني بشكل كبير؟ بالعكس أنا أشوفهم يميلون للدلال أكثر من قسوة، فاستغربت جدا النسبة. فإحنا مثل ما قلتي لازم اليوم دور المدارس تتفعل أكثر ويشوفون حتى كيف الأهل يعاملون أبنائهم، هل في قسوة حقيقي مثل ما هذه النسبة موجودة أو لا مثل ما قلتي.